الأخبار من الحدث. نحييكم من الحدث. إجراءات أمنية مشددة عشية ذكرى الثورة بالعراق، وعمليات بغداد تمنع القطاعات الأمنية من حمل السلاح بساحات التظاهر. مركز حقوقي أممي يطالب بتحقيق دولي حول دفن ميليشيات الحوثي لعشرات الجثث دون الإعلان عن هويتها. عقيلة صالح بالمغرب لبحث مخرجات المفاوضات السياسية، وحكومة الوفاق تتراجع وتعلن عدم الثقة في مسار السلام دون مساءلة. رداً على تصريحات ترامب حول سد النهضة، أثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج، والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف التفاوض. أهلاً بكم من الحدث. البداية من العراق، وعشية تظاهرات الغد بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات التي دعت إلى محاربة الفساد والإطاحة بالطبقة السياسية، أصدرت قيادة عمليات بغداد ما وصفتها بأوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطاعات الأمنية بمنع حمل أو استخدام الأسلحة بكافة أنواعها في ساحات التظاهرات أو المناطق المحيطة بها أو الشوارع المؤدية إليها، وطالبت أيضا بالتعامل بأعلى درجات الحكمة والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، ودعت المتظاهرين إلى التمسك بالسلمية ومنع المندسين من حرف مسار التظاهرات السلمية. أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الداخلية أجرت اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين تؤكد أن التظاهرات ستكون حضارية، ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية عثمان الغانمي تأكيده بأنه سيحمي المتظاهرين وسيوفر الأجواء المناسبة لهم، مشددا على وضع خطط أمنية لحماية المنشآت والممتلكات العامة. يستعد ناشطون عراقيون للخروج في تظاهرات بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات التي انطلقت ضد الفساد والنفوذ الإيراني. وفي تحرك تنظيمي قبيل التظاهرات، شكل ناشطون كيانا سياسيا باسم جبهة تشرين يشمل 21 تنسيقية تمثل المتظاهرين. بيان باسم الحراك في العراق أوضح أن تشكيل جبهة تشرين جاء لتنسيق عمل تنسيقيات التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. في المقابل تبذل السلطات العراقية جهوداً كبيرة لحماية المتظاهرين ومنع المندسين، حيث كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إجراء اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين للتأكيد أن التظاهرات ستكون حضارية، وشدد وزير الداخلية على حماية المتظاهرين وتوفير الأجواء المناسبة لهم بالتزامن مع وضع خطط أمنية لحماية المنشآت والممتلكات العامة. أما على الأرض فقامت القوى الأمنية بوضع حواجز خرسانية جديدة حول ساحة التحرير التي كانت المسرح الأبرز لهذه التظاهرات. داخل المنطقة الخضراء أعلن قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن تأمين المنطقة أنه تم تجريد قواته من السلاح لأن هدفهم حماية أرواح وكرامة المواطنين، فيما أوصى قائد عمليات البصرة الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية للمتظاهرين وعدم استخدام الأسلحة النارية ضدهم بتاتا. أما قائد عمليات سومر في الجنوب فأكد أن القانون سيطبق على المندسين. رولا الخطيب، الحدث. حصلت الحدث على وثيقة تظهر رفض مجلس الأمن القومي العراقي التصويت على قرار بإدراج حركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. الوثيقة الصادرة في 26 أغسطس الفائت عن مجلس الأمن القومي كشفت أن مجلس الأمن القومي قرر في 26 أغسطس الفائت عدم التصويت على إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية بناء على طلب مصر إدراج الإخوان ضمن لائحة الإرهاب في جامعة الدول العربية.
أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إعلان إيران إرسال سفير للميليشيات الحوثية في صنعاء، مشددا على أن الدور الذي يلعبه النظام الإيراني في تحدي إرادة المجتمع الدولي وتقويض الجهود لإنهاء الحرب بات واضحا. الأرياني قال إن الخطوة الإيرانية تهدف لنسف الأجواء الإيجابية التي سادت بعد تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى، متحدثا عن سياسة التصعيد التي ينتهجها نظام طهران مع كل بادرة انفراج. الأرياني طالب المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدائمين بمواقف أكثر صرامة في إدانة ووقف التدخل والعدوان الإيراني السافر على اليمن بحسب وصفه. كشفت مصادر مطلعة أن خبراء من حزب الله في لبنان يشرفون على معسكرات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن. وحددت المصادر مواقع 7 معسكرات تنتشر شرق وشمال مدينة الحديدة وقرب سواحل البحر الأحمر شمال غرب محافظة الحديدة لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية، وأهمها معسكر تطلق عليه الميليشيات الرسول الأعظم في منطقة القناوس ويضم خبراء من حزب الله ويختص بتدريب قادة المجاميع الحوثية التي يقدر عددها بحوالي 400 عنصر يتلقون دورات تدريبية على قيادة المجاميع التي ستتولى قيادة ما يسمى بألوية المغاوير، وهي نسخة من ألوية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق. الآن قضيت الاقتحام بارجة يا ابو علي، ما شعورك وانت تقتحم الاعداء في وسط البحر؟ ومن الرياض ينضم الينا المحلل السياسي اليمني مانع المطري. مرحبا استاذ مانع، يعني بالنسبه لمساله تدخل ميليشيات حزب الله في اليمن وقيامها أيضا بتدريب يعني الميليشيات الحوثية، هل هذا الأمر يتفاقم؟ هل هناك مزيد من المعلومات عن تدخل حزب الله في هذه العملية؟ ميليشيا حزب الله بدأت التدخل من وقت مبكر في اليمن وفي إعداد وتدريب المقاتلين الحوثيين. منذ تقريبا عام 2005 بدأ تدخلها وإرسال مدربين لإعداد، أولا ما كان يسمى كتيبة حماية خاصة لقيادة الميليشيا أو عبد الملك الحوثي، وهذه العناصر تم إعدادها وتدريبها بشكل جيد لتقوم بهذه المهام، ثم أرسلت مدربين في العمل الاستخباراتي لإنشاء جهاز الأمن الوقائي الذي هو نسخة موازية لجهاز الأمن القومي الذي تم السيطرة على أجزاء وقطاعات واسعة منه في العاصمة صنعاء والمناطق والفروع التي تتواجد أو تسيطر عليها الميليشيات في المحافظات التي تسيطر عليها. وبعد ذلك استمرت عملية الدعم في التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الفنية للميليشيات، خاصة بعد أن تم ضرب منظومة الدفاع الجوي التي سيطرت عليها الميليشيات وأصبحت الساحة العسكرية ساحة مكشوفة لطيران التحالف، وبالتالي احتاجت الميليشيات إلى إيجاد قدرات بديلة من ضمنها طائرات بدون طيار وما إلى ذلك من أسلحة يتم استخدامها، وأيضا تطوير الصواريخ البالستية وإعادة تركيبها بعد أن تصل عبر قنوات التهريب كقطع مفككة، ويتم إعادة تركيبها في ورش خاصة يقوم عناصر الميليشيات حزب الله بتدريب عناصر تابعة لميليشيات الحوثي على هذا العمل الفني والتقني الذي يحتاجون إليه، إضافة إلى أنها تركز حاليا على محافظة الحديدة باعتبارها أداة الإشغال الرئيسية للملاحة الدولية والبوابة الوحيدة التي بإمكان الميليشيات الحوثية من خلالها أن تهدد الملاحة الدولية من خلال تدريبهم على صناعة القوارب المفخخة وزراعة الألغام البحرية والقضايا التي تتعلق بالعمليات العسكرية في البحر. يعني وجود خبراء حزب الله في هذه المنطقة، منطقة الحديدة، وبالنسبة لك يعني أو بالنسبة لهم
هو وجود استراتيجي، باعتبار أنها من خلال هذه المنطقة يستطيع يعني تستطيع الميليشيات الحوثية مهاجمة يعني سفن في المياه، تستطيع مهاجمة بعض الدول الخليجية أيضا. هل هذا الأمر يعني أساسي بالنسبة لتحرك هؤلاء الخبراء؟ لو 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 تابعنا التصريحات الإيرانية والتصريحات مسؤولي حزب الله خلال فترات أو خلال فترة الحرب كاملة، رأينا في بداية المرحلة أنها كانت تصريحات حسن نصر الله تبدي تعاطفا مع الحوثيين وتعتبر ما يتم أنه يعني عدوان عليهم وكذا، لكنها كانت تنفي وجود أي عناصر تابعة لها. لكن الآن أصبحت أوراق اللعبة على المكشوف، خاصة بعد أن قامت إيران بإرسال سفير لها وهو ضابط بالعرس الثوري إلى صنعاء، أصبح اللعبة على المكشوف، وبالتالي سنشاهد في الأيام القادمة ظهور علني للقيادات الميليشيات التابعين لحزب الله كمدربين، والهدف من ذلك هو إيصال رسالة بأنهم سينقلون كل ثقل المعركة إلى اليمن بعد أن يعني في سوريا حققوا نجاحات كبيرة، خاصة بالتواجد الروسي والتواجد الإيراني الكبير هناك، لم يبقى هناك مقاومة حقيقية لمشروعهم في سوريا، وبالتالي سينقلون كل أدوات المعركة إلى اليمن، والهدف من ذلك هو ابتزاز المملكة العربية السعودية وإيجاد موضع قدم ثابت في اليمن لهم، وأيضا الإطلاع على القرن الإفريقي وعلى المياه الإقليمية، وتهديد أيضا قناة السويس حتى تبقى مصر خاضعة أو على الأقل في موقف غير حاسم فيما يتعلق بالحرب في اليمن. سؤال أخير أستاذ مانع، يعني هل هناك تقديرات لعدد هؤلاء الخبراء التابعين لحزب الله؟ الحقيقة أن الميليشيات الحوثية هي بادرت في البداية بإيجاد جهاز أمن وقائي، أمن مخابراتي قوي، هو يقوم بعملية التكتم على مثل هذه الأعمال، لكن يتم رصد ظهورهم في حالات متعددة. للأسف الشديد لا توجد معلومات دقيقة عن أعدادهم، لكن العمل الذي يتم إنجازه هو عمل كبير يدل على وجود أعداد كبيرة من الخبراء سواء الإيرانيين أو التابعين لحزب الله متواجدين في اليمن، إضافة إلى أنهم قد قاموا بتدريب أعداد لا بأس بها، تم تدريبهم في الضاحية الجنوبية في فترات سابقة حتى قبل بدء الانقلاب. شكرا للمحلل السياسي اليمني مانع المطيري الذي كان معنا مباشرة من الرياض. ارتفع عدد الجثث المجهولة في ثلاجات الموتى في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، ما دعا مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للمطالبة بإجراء تحقيق دولي حول استمرار دفن الميليشيات للجثث التي تدعي أنها مجهولة الهوية، مبديا قلقه على حياة المختطفين في السجون والمعتقلات، ومطالبا بإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح السجون لزيارة المنظمات الدولية للاطمئنان إلى أوضاع السجناء ومدى تطبيق المعايير والقواعد في معاملتهم. بدأ عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي زيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وبحسب مصادر للحدث فإن صالح سيبحث في خلال زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون، إضافة إلى مخرجات المفاوضات السياسية لمسار بوزنيقة المغربية. هذه الزيارة تأتي مع إعلان حكومة الوفاق أنها لا تثق بأي مسار للسلام دون مساءلة، رافضة ضمنا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف الخميس الماضي. وينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط مراسل الحدث عادل الزبيري. عادل مرحبا بك، يعني هذه الزيارة لعقيل صالح هي الزيارة الثانية للمغرب في خلال فترة قصيرة، يعني ما هي الرسائل التي يريد إيصالها للقيادة المغربية، وما هي أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار؟
مرحبا ومرحبا بكل مشاهدي قناة الحدث. زيارة المستشار الليبي عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي هي الثانية من نوعها في أقل من 3 أشهر. الزيارة الأولى تمت يوم 27 من شهر يوليو الماضي، وهي سبقت انطلاق مسار مفاوضات بوزنيقة المغربية التي انعقدت في جولتين، وهي المفاوضات التي أنهت الخلافة الليبي بحسب ما أقره الليبيون حول المناصب السيادية المتعلقة بالمادة رقم 15 من اتفاق سخيرات. اليوم هذه الزيارة هي تأتي بعد هذه المفاوضات السياسية الليبية، أي بعد نتائج مسار بوزنيقة والتفاهمات الليبية. المغرب يتحدث عن رغبة في استغلال هذه الدينامية الإيجابية التي توصل إليها الليبيون فيما بينهم هنا في المغرب من أجل البناء عليها لمرحلة سياسية ليبية مقبلة. بالتأكيد أن على طاولة الحوار السياسي المغربي الليبي بين ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي وعقيل صالح المستشار الليبي ستحضر مخرجات مسار بوزنيقة، وستحضر أيضا إمكانية حضور عقيل صالح مع المستشار من الطرف الثاني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية في طرابلس من أجل إمكانية التوقيع على مخرجات مسار بوزنيقة، بالإضافة إلى مخرجات مفاوضات الجانب العسكري الليبي في جنيف، لأن المغرب يعتبر أن مسار بوزنيقة وهذا المسار تم بطلب الليبي وبتشاور الليبي هو يأتي في سياق دينامية دولية ترعاها الأمم المتحدة من خلال بعثة الأمم المتحدة الدائمة للدعم في ليبيا. نعم، يعني هذه الزيارة لها علاقة بالمسار السياسي تحديدا وبإعادة تفعيل هذا المسار وترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى قرارات وإلى خطوات بين الأطراف الليبية المتنازعة. الآن هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق، تأتي قبيل انعقاد مفاوضات سياسية ليبية في تونس، صحيح. وتأتي بعد مفاوضات كل من بوزنيقة المغربية وأيضا مفاوضات مصر، وهي أيضا تأتي بالتأكيد بعد مفاوضات عسكرية غير مسبوقة، وجرى خلالها التوصل بحضور ستيفاني ويليامز الوسيطة الأممية ولو بالنيابة في الملف الليبي، التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق لطرد الميليشيات العسكرية من ليبيا. الآن في المغرب بعد هذا اللقاء سنعرف هل ستكون هنالك جولة جديدة من مفاوضات بوزنيقة، لنعرف هل سيعود الوفدان الليبيان 5+5 من أجل التسميات والتقسيم الجغرافي بالتحديد، ولو أننا علمنا من الجولة السابقة أن كل الأمور حسمت، ولكن لا نعرف هل الأسماء حسمت، هل المناطق الجغرافية حسمت، لأن المادة رقم 15 من اتفاق الصخيرات المتعلقة بالمناصب السيادية يعتبرها المغرب وتعتبرها الأمم المتحدة أحد المفاتيح الأساسية للتسوية النهائية للأزمة الليبية، ولا بد من اتفاق سياسي ليبي مباشر. وهنا يقول المغرب إنه يدعم الحوار الليبي وليس الحوار حول ليبيا، بمعنى أن المغرب يريد من الأطراف الليبيين أن يتملكوا هذا الحوار وأن يكونوا أصحاب الأجندة وأصحاب المخرجات وحتى تسمية أعضاء الوفود. نعم، شكرا للزميل عادل الزبيري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة المغربية. في مصر يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تجرى على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بينها الجيزة والإسكندرية، فيما ستعقد الجولة الثانية في 7 و8 نوفمبر المقبل في 13 محافظة من بينها العاصمة القاهرة. التصويت يجري لاختيار 568 عضوا من أصل 596 في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين. استدعت أثيوبيا السفير الأمريكي لدى أديس أبابا احتجاجا على تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول سد النهضة، وذلك بعد إعلان رفضها لما وصفتها بالتهديدات العدائية. وكان ترامب حذر في تصريحات أثارت غضب أثيوبيا من أن مصر قد تفجر سد النهضة.
فكرة ضرب سد النهضة هذه المرة لم تأتي على لسان برلمانيين مصريين أو حتى إعلاميين كما جرت العادة، بل جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد إثيوبيا وموقفها من بناء السد، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن تفجره القاهرة، وحينها لا يمكن لومها بسبب التعنت الإثيوبي. And it's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it and I say it loud and clear. They'll blow up that dam. ترامب وفي معرض هجومه على أديس أبابا قال إنها لن تستعيد المساعدات الأمريكية المتوقفة إلا إذا عادت لاتفاق حول السد رعته واشنطن. إثيوبيا تحدت الانتقادات الأمريكية وأصدرت بيانا قالت فيه إنها جاهزة للدفاع عن سيادتها وأنها ستستكمل بناء السد لا محالة، ووصفت بيانات التهديد حول ملء وتشغيل السد بالخاطئة والانتهاك الواضح للقانون الدولي، كما شدد البيان على التزام إثيوبيا بالعمل على التوصل لحل الخلاف مع مصر والسودان على مبادئ التعاون وعدم التدخلات الخارجية. وانا بقول بحترم كل راي، بس انتبه انك انت بتكلم الراي العام في مصر، ولما تكلمه تقول له يتعمل عمل عسكري او كلام من هذا القبيل. احنا بنتفاوض ودي معركه، التفاوض دي معركه. مصر المتضرر الاكبر من القضيه كانت مقاربتها الرسميه دائما ما تبتعد عن فكره الحل العسكري، لكنها دأبت على التأكيد على أن قضية مياه النيل هي مسألة حياة للمصريين، وأنها ملتزمة إلى الآن بالمسار التفاوضي لحماية حقوقها المائية. على سرحان الحدث. قال ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتفاق بشأن ملء سد النهضة في متناول أثيوبيا والسودان ومصر، مضيفا أن الوقت قد حان للعمل لا لتأجيج المزيد من التوترات. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل جهود جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لحمل الأطراف على التوصل إلى حل بالتفاوض، وأنه يتطلع إلى استئناف وشيك واختتام ناجح لمحادثات سد النهضة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج مظاهرات حاشدة في مدينة الرقة وتل تمر بريف الحسكة شمال شرق سوريا، تنديدا بالتصعيد العسكري التركي على عين عيسى بريف الرقة الشمالي. شهادة حفار القبور المنشق عن النظام السوري أثارت حالة من الصدمة في خلال جلسة محاكمة مسؤولين سوريين عن جرائم حرب في مدينة غوبلنز بألمانيا، باعتبارها دليلا يضاف لأدلة عديدة على الجرائم المروعة التي وقعت منذ العام 2011. صحيفة الشرق الأوسط حصلت على نص الشهادة التي سجلها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في برلين.
وفي مقابلة مع الحدث قال مقاتل سوري فيما يسمى بالجيش الوطني السوري الموالي لتركيا إنه ورفاقه نقلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق وأنهم تعرضوا للخداع. عبيتي ما عم يحسن أرجع إلا بدي أرجع من طريق تركيا، وتركيا ما بتخلي حدا يفوت. إيش بدي أسوي؟ أحسن ما تنبارك هون، لا بروح بقاتل بليبيا وباخذ 2000 دولار هنيك بليبيا، يعني يسرق على كيفك كمان، يعني شلون بدك سروق، يعني هنيك ما في حدا يحاسبك. الأخبار من الحدث. إجراءات أمنية مشددة عشية ذكرى الثورة بالعراق، وعمليات بغداد تمنع القطاعات الأمنية من حمل السلاح بساحات التظاهر. مركز حقوقي أممي يطالب بتحقيق دولي حول دفن ميليشيات الحوثي لعشرات الجثث من دون الإعلان عن هويتها. عقيلة صالح بالمغرب لبحث مخرجات المفاوضات السياسية، وحكومة الوفاق تتراجع وتعلن عدم الثقة في مسار السلام من دون مساءلة. رداً على تصريحات ترامب حول سد النهضة، أثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج، والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف التفاوض. تابعوا قناة الحدث. إلى اللقاء. يتوقف فيروس كورونا عن كشف نفسه في أجساد المصابين، ومؤشر الإصابات بالفيروس في ازدياد داخل الدول العربية. الموقف صراحة صعب، لأنه لحماية المدنيين يجب أن يكون هناك حظر تجول، بس بنفس الوقت المدنيين مش قادرين يأكلوا. شلون عايشين هنا بهذا الظل حظر التجول؟ شلون كان رزقكم؟ شنو إيرادكم؟ حماية النساء والفتيات من العنف المنزلي. هذه الناس تتحرك لعملها ولا إلى أين ذاهبة؟ يعني ما هو سبب الخروج؟ الآن أنتم كدوريات كعسكر قديش لكم ما رجعتوا على بيوتكم؟ سوف نرى اليوم الأسوأ بالنسبة لنيويورك. في تصريحات تقول أن الأسبوع القادم سيكون هو الأسوأ، ما الذي يمكن أن يكون أسوأ مما نحن عليه الآن؟ يزداد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي كل لحظة، والأرقام تتضاعف كل يوم. ما هو مصدرك الإخباري على هذه المواقع؟ الحدث، مصدرك الإخباري الأسرع والأكثر دقة. من سيادة الجيش اللبناني على الأرض اللبنانية؟ نحن طلقنا السلطة، انتهينا من علاقتنا بهذه السلطة. نحن اليوم نحتكم إلى الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. استقالة الحكومة وردود الفعل، أصبحنا محاطون بالقنابل من كل الجوانب. طيب خلي يخرج الزميل المصور من هذه الضفة، فقط المصور، كاميرتين المصور معي المصور. وهل اليوم طرح عودة الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية يمكن أن ينقذ المشهد اللبناني؟ في لبنان ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. تعم الشارع اللبناني. الدولار يضرب أرقاما قياسية في التهام العملة اللبنانية. هنا خلفي هناك مصرف تم أحرقه. هناك إصرار من جانب حزب الله على حرف الثورة باتجاه للضغط على المصرف المركزي وتحميله وحده المسؤولية. سيصر ربما المحتجون على موضوع قطع الطرق. في لبنان هل الحكومة تسير في واد والاحتجاجات في واد آخر؟ المطلوب هو أن تستعيد الدولة حضورها. الشعب هالطبقة السياسية ضحكت عليه. كل لبنان جعان، ليش تكسير؟
ما الذي يضمن أن هذه الأموال لا تهرب إلى الخارج؟ لن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة. علينا أن نقرأ أننا أمام ثورة جياع. أخبار من الحدث. نحييكم من الحدث. إجراءات أمنية مشددة عشية ذكرى الثورة بالعراق، وعمليات بغداد تمنع القطاعات الأمنية من حمل السلاح بساحات التظاهر. مركز حقوقي أممي يطالب بتحقيق دولي حول دفن ميليشيات الحوثي لعشرات الجثث دون الإعلان عن هويتها. عقيل صالح بالمغرب لبحث مخرجات المفاوضات السياسية، وحكومة الوفاق تتراجع وتعلن عدم الثقة في مسار السلام دون مساءلة. رداً على تصريحات ترامب حول سد النهضة، أثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج، والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف التفاوض. أهلا بكم من الحدث. البداية من العراق، وعشية تظاهرات الغد بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات التي دعت إلى محاربة الفساد والإطاحة بالطبقة السياسية، أصدرت قيادة عمليات بغداد ما وصفتها بأوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطاعات الأمنية بمنع حمل أو استخدام الأسلحة بكافة أنواعها في ساحات التظاهرات أو المناطق المحيطة بها أو الشوارع المؤدية إليها، وطالبت أيضا بالتعامل بأعلى درجات الحكمة والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، ودعت المتظاهرين إلى التمسك بالسلمية ومنع المندسين من حرف مسار التظاهرات السلمية. أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الداخلية أجرت اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين تؤكد أن التظاهرات ستكون حضارية، ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية عثمان الغانمي تأكيده بأنه سيحمي المتظاهرين وسيوفر الأجواء المناسبة لهم، مشددا على وضع خطط أمنية لحماية المنشآت والممتلكات العامة. يستعد ناشطون عراقيون للخروج في تظاهرات بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات التي انطلقت ضد الفساد والنفوذ الإيراني. وفي تحرك تنظيمي قبيل التظاهرات، شكل ناشطون كيانا سياسيا باسم جبهة تشرين يشمل 21 تنسيقية تمثل المتظاهرين. بيان باسم الحراك في العراق أوضح أن تشكيل جبهة تشرين جاء لتنسيق عمل تنسيقيات التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. في المقابل تبذل السلطات العراقية جهودا كبيرة لحماية المتظاهرين ومنع المندسين، حيث كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إجراء اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين للتأكيد أن التظاهرات ستكون حضارية، وشدد وزير الداخلية على حماية المتظاهرين وتوفير الأجواء المناسبة لهم بالتزامن مع وضع خطط أمنية لحماية المنشآت والممتلكات العامة. أما على الأرض فقامت القوى الأمنية بوضع حواجز خرسانية جديدة حول ساحة التحرير التي كانت المسرح الأبرز لهذه التظاهرات. داخل المنطقة الخضراء أعلن قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن تأمين المنطقة أنه تم تجريد قواته من السلاح لأن هدفهم حماية أرواح وكرامة المواطنين، فيما أوصى قائد عمليات البصرة الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية للمتظاهرين وعدم استخدام الأسلحة النارية ضدهم بتاتا. أما قائد عمليات سومر في الجنوب فأكد أن القانون سيطبق على المندسين. رولا الخطيب، الحدث.
حصلت الحدث على وثيقة تظهر رفض مجلس الأمن القومي العراقي التصويت على قرار بإدراج حركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. الوثيقة الصادرة في 26 أغسطس الفائت عن مجلس الأمن القومي كشفت أن مجلس الأمن القومي قرر في 26 أغسطس الفائت عدم التصويت على إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية بناء على طلب مصر إدراج الإخوان ضمن لائحة الإرهاب في جامعة الدول العربية. أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إعلان إيران إرسال سفير للميليشيات الحوثية في صنعاء، مشددا على أن الدور الذي يلعبه النظام الإيراني في تحدي إرادة المجتمع الدولي وتقويض الجهود لإنهاء الحرب بات واضحا. الأرياني قال إن الخطوة الإيرانية تهدف لنسف الأجواء الإيجابية التي سادت بعد تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى، متحدثا عن سياسة التصعيد التي ينتهجها نظام طهران مع كل بادرة انفراج. الأرياني طالب المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدائمين بمواقف أكثر صرامة في إدانة ووقف التدخل والعدوان الإيراني السافر على اليمن بحسب وصفه. كشفت مصادر مطلعة أن خبراء من حزب الله في لبنان يشرفون على معسكرات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن. وحددت المصادر مواقع 7 معسكرات تنتشر شرق وشمال مدينة الحديدة وقرب سواحل البحر الأحمر شمال غرب محافظة الحديدة لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية، وأهمها معسكر تطلق عليه الميليشيات الرسول الأعظم في منطقة القناوس ويضم خبراء من حزب الله ويختص بتدريب قادة المجاميع الحوثية التي يقدر عددها بحوالي 400 عنصر يتلقون دورات تدريبية على قيادة المجاميع التي ستتولى قيادة ما يسمى بألوية المغاوير، وهي نسخة من ألوية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق. الآن قضيت أنك تحمل برجتها أفرقها يا أبو علي، ما شعورك وانت جيتك تحمل أعداء في وسط البحر؟ ومن الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني مانع المطري. مرحبا أستاذ مانع، يعني بالنسبة لمسألة تدخل ميليشيات حزب الله في اليمن وقيامها أيضا بتدريب يعني الميليشيات الحوثية، هل هذا الأمر يتفاقم؟ هل هناك مزيد من المعلومات عن تدخل حزب الله في هذه العملية؟ ميليشيا حزب الله بدأت التدخل من وقت مبكر في اليمن وفي إعداد وتدريب المقاتلين الحوثيين. منذ تقريبا عام 2005 بدأ تدخلها وإرسال مدربين لإعداد، أولا ما كان يسمى كتيبة حماية خاصة لقيادة الميليشيا أو عبد الملك الحوثي، وهذه العناصر تم إعدادها وتدريبها بشكل جيد لتقوم بهذه المهام، ثم أرسلت مدربين في العمل الاستخباراتي لإنشاء جهاز الأمن الوقائي الذي هو نسخة موازية لجهاز الأمن القومي الذي تم السيطرة على أجزاء وقطاعات واسعة منه في العاصمة صنعاء والمناطق والفروع التي تتواجد أو تسيطر عليها الميليشيات في المحافظات التي تسيطر عليها. وبعد ذلك استمرت عملية الدعم في التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الفنية للميليشيات، خاصة بعد أن تم ضرب منظومة الدفاع الجوي التي سيطرت عليها الميليشيات وأصبحت الساحة العسكرية ساحة مكشوفة لطيران التحالف، وبالتالي احتاجت الميليشيات إلى إيجاد قدرات بديلة من ضمنها طائرات بدون طيار وما إلى ذلك من أسلحة يتم استخدامها، وأيضا تطوير الصواريخ البالستية وإعادة تركيبها بعد أن تصل عبر قنوات التهريب كقطع مفككة، ويتم إعادة تركيبها في ورش خاصة. يقوم عناصر الميليشيات حزب الله بتدريب
عناصر تابعة لميليشيات الحوثي على هذا العمل الفني والتقني الذي يحتاجون إليه، إضافة إلى أنها تركز حاليا على محافظة الحديدة باعتبارها أداة الإشغال الرئيسية للملاحة الدولية والبوابة الوحيدة التي بإمكان الميليشيات الحوثية من خلالها أن تهدد الملاحة الدولية من خلال تدريبهم على صناعة القوارب المفخخة وزراعة الألغام البحرية والقضايا التي تتعلق بالعمليات العسكرية في البحر. يعني وجود خبراء حزب الله في هذه المنطقة، منطقة الحديدة، هو بالنسبة لك يعني أو بالنسبة لهم هو وجود استراتيجي، باعتبار أنها من خلال هذه المنطقة يستطيع يعني تستطيع الميليشيات الحوثية مهاجمة يعني سفن في المياه، تستطيع مهاجمة بعض الدول الخليجية أيضا. هل هذا الأمر يعني أساسي بالنسبة لتحرك هؤلاء الخبراء؟ لو 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 تابعنا التصريحات الإيرانية والتصريحات مسؤولي حزب الله خلال فترات أو خلال فترة الحرب كاملة، رأينا في بداية المرحلة أنها كانت تصريحات حسن نصر الله تبدي تعاطفا مع الحوثيين وتعتبر ما يتم أنه يعني عدوان عليهم وكذا، لكنها كانت تنفي وجود أي عناصر تابعة لها. لكن الآن أصبحت أوراق اللعبة على المكشوف، خاصة بعد أن قامت إيران بإرسال سفير لها وهو ضابط بالعرس الثوري إلى صنعاء، أصبح اللعبة على المكشوف، وبالتالي سنشاهد في الأيام القادمة ظهور علني للقيادات الميليشيات التابعين لحزب الله كمدربين، والهدف من ذلك هو إيصال رسالة بأنهم سينقلون كل ثقل المعركة إلى اليمن بعد أن يعني في سوريا حققوا نجاحات كبيرة، خاصة بالتواجد الروسي والتواجد الإيراني الكبير هناك، لم يبقى هناك مقاومة حقيقية لمشروعهم في سوريا، وبالتالي سينقلون كل أدوات المعركة إلى اليمن، والهدف من ذلك هو ابتزاز المملكة العربية السعودية وإيجاد موضع قدم ثابت في اليمن لهم، وأيضا الإطلال على القرن الإفريقي وعلى المياه الإقليمية، وتهديد أيضا قناة السويس حتى تبقى مصر خاضعة أو على الأقل في موقف غير حاسم فيما يتعلق بالحرب في اليمن. سؤال أخير أستاذ مانع، يعني هل هناك تقديرات لعدد هؤلاء الخبراء التابعين لحزب الله؟ الحقيقة أن الميليشيات الحوثية هي بادرت في البداية بإيجاد جهاز أمن وقائي، أمن مخابراتي قوي، هو يقوم بعملية التكتم على مثل هذه الأعمال، لكن يتم رصد ظهورهم في حالات متعددة. للأسف الشديد لا توجد معلومات دقيقة عن أعدادهم، لكن العمل الذي يتم إنجازه هو عمل كبير يدل على وجود أعداد كبيرة من الخبراء سواء الإيرانيين أو التابعين لحزب الله متواجدين في اليمن، إضافة إلى أنهم قد قاموا بتدريب أعداد لا بأس بها، تم تدريبهم في الضاحية الجنوبية في فترات سابقة حتى قبل بدء الانقلاب. شكرا للمحلل السياسي اليمني مانع المطيري الذي كان معنا مباشرة من الرياض. ارتفع عدد الجثث المجهولة في ثلاجات الموتى في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، ما دعا مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للمطالبة بإجراء تحقيق دولي حول استمرار دفن الميليشيات للجثث التي تدعي أنها مجهولة الهوية، مبديا قلقه على حياة المختطفين في السجون والمعتقلات، ومطالبا بإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح السجون لزيارة المنظمات الدولية للاطمئنان إلى أوضاع السجناء ومدى تطبيق المعايير والقواعد في معاملتهم. بدأ عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي زيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وبحسب مصادر للحدث فإن صالح سيبحث في خلال زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون، إضافة إلى مخرجات المفاوضات السياسية لمسار بوزنيقة المغربية. هذه الزيارة تأتي مع إعلان حكومة الوفاق أنها لا تثق بأي مسار للسلام دون مساءلة، رافضة ضمنا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف الخميس الماضي.
وينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط مراسل الحدث عادل الزبيري. عادل مرحبا بك، يعني هذه الزيارة لعقيلة صالح هي الزيارة الثانية للمغرب في خلال فترة قصيرة، يعني ما هي الرسائل التي يريد إيصالها للقيادة المغربية وما هي أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار؟ مرحبا ومرحبا بكل مشاهدي قناة الحدث. زيارة المستشار الليبي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي هي الثانية من نوعها في أقل من 3 أشهر. الزيارة الأولى تمت يوم 27 من شهر يوليو الماضي، وهي سبقت انطلاق مسار مفاوضات بوزنيقة المغربية التي انعقدت في جولتين، وهي المفاوضات التي أنهت الخلافة الليبي بحسب ما أقره الليبيون حول المناصب السيادية المتعلقة بالمادة رقم 15 من اتفاق السخيرات. اليوم هذه الزيارة هي تأتي بعد هذه المفاوضات السياسية الليبية، أي بعد نتائج مسار بوزنيقة والتفاهمات الليبية. المغرب يتحدث عن رغبة في استغلال هذه الدينامية الإيجابية التي توصل إليها الليبيون فيما بينهم هنا في المغرب من أجل البناء عليها لمرحلة سياسية ليبية مقبلة. بالتأكيد أن على طاولة الحوار السياسي المغربي الليبي بين ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي وعقيلة صالح المستشار الليبي ستحضر مخرجات مسار بوزنيقة، وستحضر أيضا إمكانية حضور عقيلة صالح مع المستشار من الطرف الثاني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية في طرابلس من أجل إمكانية التوقيع على مخرجات مسار بوزنيقة، بالإضافة إلى مخرجات مفاوضات الجانب العسكري الليبي في جنيف، لأن المغرب يعتبر أن مسار بوزنيقة وهذا المسار تم بطلب الليبي وبتشاور الليبي هو يأتي في سياق دينامية دولية ترعاها الأمم المتحدة من خلال بعثة الأمم المتحدة الدائمة للدعم في ليبيا. نعم، يعني هذه الزيارة لها علاقة بالمسار السياسي تحديدا وبإعادة تفعيل هذا المسار ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى قرارات وإلى خطوات بين الأطراف الليبية المتنازعة. الآن هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق، تأتي قبيل انعقاد مفاوضات سياسية ليبية في تونس، صحيح. وتأتي بعد مفاوضات كل من بوزنيقة المغربية وأيضا مفاوضات مصر، وهي أيضا تأتي بالتأكيد بعد مفاوضات عسكرية غير مسبوقة، وجرى خلالها التوصل بحضور ستيفاني ويليامز الوسيطة الأممية ولو بالنيابة في الملف الليبي، التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق لطرد الميليشيات العسكرية من ليبيا. الآن في المغرب بعد هذا اللقاء سنعرف هل ستكون هنالك جولة جديدة من مفاوضات بوزنيقة، لنعرف هل سيعود الوفدان الليبياني 5+5 من أجل التسميات والتقسيم الجغرافي بالتحديد، ولو أننا علمنا من الجولة السابقة أن كل الأمور حسمت، ولكن لا نعرف هل الأسماء حسمت، هل المناطق الجغرافية حسمت، لأن المادة رقم 15 من اتفاق الصخيرات المتعلقة بالمناصب السيادية يعتبرها المغرب وتعتبرها الأمم المتحدة أحد المفاتيح الأساسية للتسوية النهائية للأزمة الليبية، ولا بد من اتفاق سياسي ليبي مباشر. وهنا يقول المغرب إنه يدعم الحوار الليبي وليس الحوار حول ليبيا، بمعنى أن المغرب يريد من الأطراف الليبيين أن يتملكوا هذا الحوار وأن يكونوا أصحاب الأجندة وأصحاب المخرجات وحتى تسمية أعضاء الوفود. نعم، شكرا للزميل عادل الزبيري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة المغربية. في مصر يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تجرى على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بينها الجيزة والإسكندرية، فيما ستعقد الجولة الثانية في 7 و8 نوفمبر المقبل في 13 محافظة من بينها العاصمة القاهرة. التصويت يجري لاختيار 568 عضوا من أصل 596 في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.
استدعت أثيوبيا السفير الأمريكي لدى أديس أبابا احتجاجا على تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول سد النهضة، وذلك بعد إعلان رفضها لما وصفتها بالتهديدات العدائية. وكان ترامب حذر في تصريحات أثارت غضب أثيوبيا من أن مصر قد تفجر سد النهضة. فكرة ضرب سد النهضة هذه المرة لم تأتي على لسان برلمانيين مصريين أو حتى إعلاميين كما جرت العادة، بل جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد إثيوبيا وموقفها من بناء السد، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن تفجره القاهرة، وحينها لا يمكن لومها بسبب التعنت الإثيوبي. And it's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it and I say it loud and clear. They'll blow up that dam. ترامب وفي معرض هجومه على أديس أبابا قال إنها لن تستعيد المساعدات الأمريكية المتوقفة إلا إذا عادت لاتفاق حول السد رعته واشنطن. إثيوبيا تحدت الانتقادات الأمريكية وأصدرت بيانا قالت فيه إنها جاهزة للدفاع عن سيادتها وأنها ستستكمل بناء السد لا محالة، ووصفت بيانات التهديد حول ملء وتشغيل السد بالخاطئة والانتهاك الواضح للقانون الدولي، كما شدد البيان على التزام إثيوبيا بالعمل على التوصل لحل الخلاف مع مصر والسودان على مبادئ التعاون وعدم التدخلات الخارجية. وأنا بقول بحترم كل رأي، بس انتبه أنك أنت بتكلم رأي العام في مصر، ولما تكلمه تقول له يتعمل عمل عسكري أو كلام من هذا القبيل. إحنا بنتفاوض ودي معركة، التفاوض دي معركة. مصر المتضرر الأكبر من القضية كانت مقاربتها الرسمية دائما ما تبتعد عن فكرة الحل العسكري، لكنها دأبت على التأكيد على أن قضية مياه النيل هي مسألة حياة للمصريين، وأنها ملتزمة إلى الآن بالمسار التفاوضي لحماية حقوقها المائية. على سرحان الحدث. قال ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتفاق بشأن ملء سد النهضة في متناول أثيوبيا والسودان ومصر، مضيفا أن الوقت قد حان للعمل لا لتأجيج المزيد من التوترات. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل جهود جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لحمل الأطراف على التوصل إلى حل بالتفاوض، وأنه يتطلع إلى استئناف وشيك واختتام ناجح لمحادثات سد النهضة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج مظاهرات حاشدة في مدينة الرقة وتل تمر بريف الحسكة شمال شرق سوريا، تنديدا بالتصعيد العسكري التركي على عين عيسى بريف الرقة الشمالي. شهادة حفار القبور المنشق عن النظام السوري أثارت حالة من الصدمة في خلال جلسة محاكمة مسؤولين سوريين عن جرائم حرب في مدينة غوبلنز بألمانيا، باعتبارها دليلا يضاف لأدلة عديدة على الجرائم المروعة التي وقعت منذ العام 2011. صحيفة الشرق الأوسط حصلت على نص الشهادة التي سجلها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في برلين.
وفي مقابلة مع الحدث قال مقاتل سوري فيما يسمى بالجيش الوطني السوري الموالي لتركيا إنه ورفاقه نقلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق وأنهم تعرضوا للخداع. عبيتي ما عم يحسن أرجع إلا بدي أرجع من طريق تركيا، وتركيا ما بتخلي حدا يفوت. إيش بدي أسوي؟ أحسن ما تنبارك هون، لا بروح بقاتل بليبيا وباخذ 2000 دولار هنيك بليبيا، يعني سرقة على كيفك كمان، يعني شلون بدك سروق، يعني هنيك ما في حدا يحاسبك. الأخبار من الحدث. إجراءات أمنية مشددة عشية ذكرى الثورة بالعراق، وعمليات بغداد تمنع القطاعات الأمنية من حمل السلاح بساحات التظاهر. مركز حقوقي أممي يطالب بتحقيق دولي حول دفن ميليشيات الحوثي لعشرات الجثث من دون الإعلان عن هويتها. عقيلة صالح بالمغرب لبحث مخرجات المفاوضات السياسية، وحكومة الوفاق تتراجع وتعلن عدم الثقة في مسار السلام من دون مساءلة. رداً على تصريحات ترامب حول سد النهضة، أثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج، والاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف التفاوض. تابعوا قناة الحدث. إلى اللقاء.